طيب نروح بقى مع حضراتكم لبطل مصري اخر، هو الاخر دايما بيرفع راسنا وبيواصل مسيرته العظيمه وانجازاته الكبيره، وهو شريف عثمان بطل مصر في رفع الاثقال البارالمبي اللي توج بالميداليه الذهبيه لبطوله العالم للاثقال المقامه حاليا في جورجيا وبتستمر حتى يوم 6 من ديسمبر. حصل على المركز الاول ضمن منافسات وزن 59 كيلو جرام بعد ما رفع مجموع اوزان يقدر ب 195 كيلو جرام. وبرضه بالمناسبه تعد هذه الميداليه هي الخامسه للشريف عثمان في تاريخ مشاركاته في بطولات العالم، يعني ليحقق انجاز تاريخي. بسم الله ما شاء الله عليه. بص يعني بجد كل التحيه والتقدير للشريف والابطال كمان المصريين اللي رافعين راسنا هناك طبعا. يعني حاجه فعلا مشرفه، كمان احنا بنتكلم ان دي مش اول مره تحصل، واحنا عندنا كمان يعني ميداليات ذهبيه حصلوا عليها ابطالنا هناك. لا بجد حاجه وتمثيل مشرف جدا، فبطوله كبيره وبطوله عالم، دي شهاده تتويج كمان لاعيبه مصريه مخضرمه زي ما بتقال ايهاب رضوان بالميداليه الذهبيه ده بعد احتلالها المركز الاول ورفعها هنا بثقل يعني قدره 115 كيلو جرام. فلا حاجه محترمه جدا، فعايزين نعرف تفاصيل اكتر ونفهم بقى النجاح ده برضو اللي وراه مسيره طويله ووراه شغل وجهد كبير جدا مبذول على الارض ليصفر في الاخر بنجاحات زي كده وميداليات زي كده.